بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما انتو تاريخ دو ايتهاي كودا بش كواد لبكم صدح يلا باتنكا وحان تاغان هيدي كدي قراعد قيبتي بلار انت سي بلو غيدي بان جوغنا دبر كيسا دين مقاطو حكا موغان ايو داقي حيان تفير كاها هادا عصباي هادا لديقي اي اي اكام موغان ايو دربيغا كرون والكا ما دربيغا شبكو هو وين او كرون والكا ليرادو تدوب قول بكو ايجي هاي إلى كونك متر إن شاء الله تعالى بلاه نصوص عدلا فبراير إلى مارس يعني لما يصير دوران سان رجيني إلى هذين كيس نعيق صدق كم مقتنا وحوي وش قدر أنت بدل معلومات كم مشي كسر توحيد مش نعيق مديك تاه وهذا كم مقنا يدعى حي وكم مقنا يشوك وكم مقنا يدور صار صارا كاس وكم مقنا يا إلى يقيب تود بيسان واحد أرك دون تاني إن شاء الله تعالى نجحي واسكن هوصل صور دقيو يشوك واسكن بلوة وبدك كسر بحي أرك دون تان جزيتهم خيرا قيبت كلاني إلى تجا waxaan imid qaybti dambe ant feerka qaybti la dhigay qaybii ugu dambeeyay baan imid si halka dhinacina ka muuqato halka waxa weeye waa 860 meter weeye 700 barka laga soo tago 860 meter ba ilaa ant feerka soo dhigay wali weeye soo horaya ilaa meesha ka horay ku jira ilaa ma had iskale runtii shaqada ugu badan hadda la qabanayay ama xilliga tan hadda socotay waxa ay shaqada tan bay ahayd derbiga ka soo dhisitaankiisi dhigitaanka ant feerkaas dhinacina ka muuqanayo u jeedaan gadaashada ka muuqanayo iyo koron warkaas hadda la soo bilaabayo shaqadan ayada insha Allah ta'ala markay dhamaato oo ilaahay geeska dambe la gaarsiyo waxa sahlanaan doonto haddii la yiraahdo in laga shaqeeyo dhinaciiga bidixda ah oo si qaybti laga sameeyo la derbiga maraakiibta ku soo xiran lahaayeen marka si loogu diyaar garoobo derbigaas dambe oo ma koron war ama quay walka ama derbiga ay ku soo xiran lahayn maraakiibta si loogu diyaar garoobo ayaa waxa loo sameeyay qaybtan insha Allah ta'ala si aan xilliga xagaaga aysan ولو قوين بدا ما لا شقين كره دولكن وسنون قونين ايا رجينيا ما شاء الله الى الله كما سبحانه وتعالى شقاداس رنتي قروح بدن او فيعن او نو هرغليه نو سبيي ادي اد بان ديو سد وينيا ان شاء الله تعالى وحيابها كلو كوسو كردن ان شاء الله تعالى مر بو ان لا سوسوتي دو رجو سيتو بخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.